يا غزل يا غزل، قومي يا غزل، يلا عندك الدرس. حاضر يا مام. نفسي افهم حاجه، ايه النومه بتاعتك الغريبه دي؟ انا بحب النومه دي. هاتي ايدك يلا. ليه ليه الخناقه دي كلها؟ قوم قوم. بس يا غزل، دي فلوس الدرس وفيه كمان 10 جنيه مصروفك، اديهم لميس ندى عشان ميس ندى طبعا هتزعل لو احنا ما جبناش فلوس اول حصه. ايوه يا ماما. ماشي خدي يلا. ماشي باي. بس يلا اجري اجري. غزل صح؟ نعم. انت جبتي فلوس الدرس؟ ايه يا امي اكيد انا جبتها، وانا اقدر انساها؟ ايوه طبعا يا غزل، دي ميس ندى بتزعق لاي حد بينسى فلوس الدرس. ايوه يا امي. وانا كان معايا فلوس الدرس، يلا بينا. يلا. خد يا صبية منك ليها. رايحين فين؟ طالعين فين انتوا؟ طالعين الدرس عند ميس ندى. طالعين فين؟ طالعين الدرس. ميس ندى لغت الحصه النهارده. ايه ده بجد؟ اي والله لغت الحصه النهارده علشان يعني امها تعبانه شويه. عشان مامتها تعبانه؟ ايوه. امال ايه تعبانه؟ ماشي خلاص شكرا. هي سابت لي خبر قالت لي لما التلاميذ يجوا قول لهم الحصه اتلغت النهارده عشان ان امي تعبانه. ماشي شكرا. يبقى الحصه اتلغت. ماشي. طب يلا بينا بقى نروح. لا يا ابني انا عايزه اقول لك على حاجه. قول. بالصحي يا ابني مامتك عطيت لك مصروفك؟ ايوه عطتني مصروف. ايه رايك بقى بالمصروف ده ناجر بيه عجل؟ ناجر بيه عجل؟ ايوه. هي فكره حلوه بس افادي ماما عرفت يعني. لا يا امي هتعرف ازاي يعني؟ طيب ماشي تعالي يلا يلا بينا. يلا يلا. اجرت البسكليته ويا اصحابي في الحته، واجرت البسكليته ويا اصحابي في الحته. ازيك يا طنط؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا عايزه اجر عجله نص ساعه ب 10 جنيه. ماشي اتفضلي. اتفضلي. طب ايه الفلوس اللي معاكوا دي؟ دي فلوس الدرس، بس النهارده الدرس اتلغى. درس اتلغى؟ اه. طب انا اقول لكم على حاجه. اتفضلي. ما تاجروا العربيه دي، وسواقتها سهله جدا زي العربيات اللي في الملاهي. الله. هتاجروا العربيه دي عادي؟ اه حلوه قوي. ده انا فكرت عربيه حقيقيه. لا يا حبيبتي دي سواقتها سهله جدا. بجد؟ تجربيها؟ يعني مثلا سواقتها زي عربيه الملاهي؟ ايوه. الله الله حلوه قوي. يعني انا عارف اسوقها. طب ماشي طب ماشي. طب تعالي يا غزل تعالي تعالي كده. يا أمنية. نعم يا غزل. ده دوري بقى اللي هسوق. لا يا غزل ده دوري أنا. لا يا أمنية دوري. لا دوري أنا يا غزل. دوري أنا. دوري أنا. دوري أنا. لا دوري أنا. لا دوري أنا. لا دوري أنا. لا دوري أنا. دي حلوة أوي العربية دي يا غزل، جميلة أوي. أيوة يا أمنية أنا خلي ماما تجيب لي واحدة تبعها. يا أمنية. نعم يا غزل. هو انا كده ماشي لقدام؟ لا يا غزل كده انت هتمشي فوق. انت ما بتعرفيش تسوقي يا غزل؟ لا يا امي اكيد بعرف. طب باين عليك اهو. دي بتمشي لورا يا غزل. ازاي يعني يا امي؟ يا غزل احنا لعبنا كتير قوي يا غزل، يلا بينا بقى عشان نروح قبل ما ميعاد الدرس ما يخلص. ماشي ماشي. عشان ماما كمان ما تعرفش ان احنا كنا بنأجر عجله ونأجر عربيات. ايوه. وتعرفي كمان لا. كل يوم اجي اجر العربيه دي حلوه قوي. ايوه ايوه حلوه قوي يا امي. طب يلا يا غزل انت على السوقي. اه ماشي. بس بجد يا طنط العربيه دي جميله قوي. ماشي يا حبيبتي. بص انت كده اجرتوا ساعه، والساعه عامله 400 جنيه. كام؟ 400 جنيه. طب ازاي يعني يا طنط؟ طب انت ليه ما قلتلناش؟ هو انت سالتيني يا حبيبتي؟ انت سالتيني؟ طب لا يا طنط، بس افرضي يعني لو احنا معناش فلوس. لا معاكوا فلوس، انا شايفه الفلوس في ايديكم. يلا يا حبيبتي هاتي الفلوس كده. هاتي هاتي خدي 10 جنيه اهي تروحي بيها. هاتي يا حبيبتي كده خدي 10 جنيه تروحي بيها. يلا. ماشي يا طنط شكرا. العفو يا حبيبتي اتفضلي. ابو تعالوا تاني. ماشي حاضر.
غزل. ايه يا ام نايلة؟ طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ طنط اخدت مننا فلوس الدرس كلها بتاعت ميس ندى. ايوه يا ام نايلة، احنا هنعمل ايه؟ مش عارفة يا غزل، بصراحة انا مش عارفة افكر دلوقتي خالص، خلينا نفكروا بكرة مع بعض. والنهاردة هنروحوا لماما عادي ونقول لها ان احنا روحنا الدرس وحضرنا الدرس عادي واعطينا فلوس الدرس لميس ندى. ماشي يا امي، بس عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. العربيه دي غاليه قوي يا امي، انا كنت مفكراها ب 10 جنيه شبه العجله. وانا كمان برضو يا غزه فكرتها ب 10 جنيه شبه العجله. بس على فكره يا امي العربيه دي حلوه قوي وكبيره. ايوه يا غزه دي جميله قوي، بس ايجارها غالي. ايوه يلا. طب ماشي يا غزه، روحي انت لمامتك بقى وانا اروح لمامتي. ماشي. امنيه يا حبيبه قلبي، عملتي ايه بقى في الدرس؟ الحمد لله يا ماما كله تمام. طيب يا حبيبتي، انا عارفه ان انت شطوره يا امنيه، عطيتي لميس ندى الفلوس؟ ايوه طبعا عطيتها الفلوس يا ماما، وقالت لي شكرا كمان. ايوه انا عارفه طبعا، ميس ندى دي بصراحه ذوق جدا جدا ومحترمه كمان. ماشي يا ماما. طب يلا يا حبيبه قلبي، خشي بقى غيري هدومك كده عشان احضر لك غدا وبعد كده تذاكري. حاضر. يلا يا حبيبتي. غزوله يا حبيبتي، عملتي ايه في الدرس النهارده؟ الحمد لله. وعطيتي لميس ندى الفلوس؟ ايوه يا ماما. خلاص ماشي يا غزوله يا حبيبتي، طب انا داخله اذاكر. خلاص خشي ذاكري وانا هحضر الاكل. يلا ماشي. يلا يا حبيبتي. انا رايحه الدرس يا ماما. ماشي يا حبيبه قلبي، ربنا معاك. انا محضره ال 10 جنيه مصروفك اهي، بس انا بقى يا امنيه عايزه اسالك على حاجه. اتفضلي يا ماما. انت امبارح كان مالك يا حبيبتي؟ شكلك زعلان ومتضايقه، حتى ما كلتيش كويس وسرحانه. مفيش حاجه يا ماما، انا عادي يا ماما، انا طبيعيه يعني، مفيش حاجه. امنيه يا حبيبتي، انت عارفه ان انا وانت صحاب، انت مش بنتي، انت صاحبتي حبيبتي، صح ولا مش صح؟ ايوه صح صح يا ماما. ايوه. طب مالك بقى؟ مفيش حاجه يا ماما، انا كويسه يعني. ماشي. طيب يا حبيبتي اي حاجه تعالي احكيها لي على طول، ما تخبيش عن ماما حاجه. حاضر. ماشي، عايزك تفوقي كده وتركزي بقى في الدرس بتاعك. ماشي يا ماما. يلا يا حبيبتي اتفضلي. ماشي. ربنا معاك. يا رب ميس نيرة تنسى فلوس الدرس، يا رب تنسى فلوس الدرس يا رب يا رب يا رب يا امي، يا رب استرها يا رب. طب غزل، ايه يا امي؟ انت قلتي لمامتك امبارح؟ هي سألتني وانا قلت لها اعطيت لها فلوس الدرس. شبه يعني، انا بصراحه ما عرفتش اقول لها الحقيقه، انا خايفه قوي يا غزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعدوا يا حبايبي، عاملين ايه؟ الحمد لله. معلش انا اسفة على امبارح، بس غصبا عني مامتي كانت تعبانة عشان كده لغيت الحصة، معلش. الف سلامة على مامتي. الف سلامة على مامتي. انتوا كويسين؟ ايوه كويسين. انتوا كويس؟ اه. طب بصوا بقى، النهاردة اول حصة في الشهر الجديد، فين فلوس الدرس؟ فين فلوس الدرس يا ابنية؟ فلوس الدرس؟ ده انا نسيت فلوس الدرس. نسيتها؟ نسيتيها؟ ايوه. اولا يا امنيه الدرس كان امبارح، فلو نسيتيها امبارح المفروض تفتكريها النهارده. اه. فين الفلوس الدرس يا غزل؟ ما انا برضه نسيتها. نسيتيها؟ انا بديكوا حقكم في الدرس ولا مش بديكوا؟ ايوه طبعا. يبقى المفروض تدولي حقي في وقته ولا ما تدهوليش؟ ايوه يا مش ده. طب احنا اسفين. طب لا، اكتر حاجه اكرهها لما تاخروا فلوس الدرس عليا اول الشهر. طب الحصه الجايه؟ طب يا مش ندى، انا لسه هستنى الحصه الجايه، انا هكلم مامتك. لا 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 مش ندى، استني حضرتك. ابدا ابدا انت مش فاهمه والله. انا اقول لك امي مش ندى. امنية انا فهمت اصل النهارده. يا مش ندى استني. الو. ايوه يا ام امنية، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه دلوقتي؟ فلوس الدرس اول الشهر ما جاتش ليه؟ اهو طلب الدرس. تعالي تعالي يا امنيه، تعالي يا غزل، انتوا الاثنين اخدتوا فلوس الدرس امبارح ونزلتوا رحتوا الدرس، الحصه اتلغت، ما جيتوش ليه على البيت؟ ما رحتوا فين الساعه ونص بتوع الدرس؟ وفلوس الدرس وديتوهم فين؟ انا عايزه افهم. تكذبي عليا يا امنيه؟ ماما انت مش فاهمه حاجه يا ماما. بس بره يا امنيه، ده انا قبل ما تنزلي من البيت قلت لك انا وانت صحاب، ما تخبيش عليا حاجه يا امنيه. بقول لك انا بعتبرك بنتي يا اختي يا امنيه وصاحبتي مش بنتي. انت لسه صغيره كده وبتكذبي عليا، اما لما تكبري شويه هتعملي فيا ايه؟ هتبهدليني؟ لا انا عايزه اعرف. طب قولي لي، خبيتي عليا ايه ومخبيه عليا ايه؟ فلوس الدرس راحت فين؟ والساعه ونص بتوع الدرس قضيتيهم فين؟ طب رحتوا فين يا امنيه؟ اتكلمي اتكلمي يا غزل يلا. طب انا هقول لك يا ماما، بس ما تزعليش يا ماما، براحه عليا. الصراحه يا امنيه انا عايزه الصراحه. طيب سيبيها تحكي، قولي الصراحه يلا. قولي يا غزل يلا. بصي يا ماما،
هو الدرس اتلغى. ما الميس قالت لي ان الدرس اتلغى. طيب ماشي. رحتوا فين بقى؟ على فكره غزل هي اللي قالت لي. غزل قالت لي يا امنيه تعالي نروح ناجروا عجل يا امنيه. غزل لا والله دي امنيه. لا غزل والله. يا غزل امنيه انت ما بتكذبيش. غزل بنتي غزل ما بتكذبش تقول الحقيقه. دي امنيه بقى. لا دي غزل. المهم دلوقتي انتوا الاثنين شاركتوا بعض. انا عايز اعرف رحتوا فين انتوا الاثنين. بعد كده رحنا ناجروا عجل عند طنط، بس كان في عربيه كبيره قوي وحلوه كانها حقيقيه. فبعد كده قلنا لطنط اللي احنا عايزين ناجروها وقعدنا نلعبوا بيها. بس انا مسالتش هي بكام يعني، فقالت لي الساعه ب 400 جنيه. فدفعت لها فلوس الدرس كلهم. يعني اخدتي فلوس الدرس رحتي اجرتي بيها عربيه؟ ايوه يا ماما. عارفه بقى انت كده غلطتي في ايه ولا مش عارفه؟ عارفه. قولي لي بقى غلطتي في ايه كده. انا يا ماما غلطت غلطتين. اول حاجه انا كذبت عليكي، وتاني غلطه ان انا رحت اجرت عربيه من غير ما اقول لك. الحمد لله ان انت معترفه بغلطك. قولي لي بقى انا دلوقتي اعاقبك ازاي؟ قولي لي اتعامل ازاي معاكي بعد كده واثق فيك ازاي؟ ماما دي غلطه ومش هتتكرر تاني يا ماما. والله العظيم انا اسفه يا ماما. خلاص مش هعمل كده تاني، بس ما تعاقبنيش. لا طبعا لازم هعاقبك، ولازم هقول لباباكي. ما ينفعش اخبي عنه حاجه. والنبي يا ماما الا بابا. والنبي اوعي تقولي لبابا. ما ينفعش يا امنيه. انا لو خبيت عن باباكي حاجه، لو خبيت عنه الصغيره هخبي عنه الكبيره، ولو انا خبيت على باباكي انت هتخبي عليا يا امنيه وهتكذبي عليا. لازم باباكي يعرف كل حاجه يا امنيه. وانت عارفه بقى لو عاقبك مش هتصعبي عليا يا امنيه، وانا هخليه عاقبك عقاب كبير. يعني انت مش هتدافع عني يا ماما؟ لا مش هدافع عنك. مش هدافع عنك. مش هتصعبي عليا. بصراحه عندك حق. وانت يا غزل هقول لباباكي. لا والنبي يا ماما. عشان انت دلوقتي كذبتي عليا. بالذات بابا والنبي. لا انا هقول عشان يعاقبك، عشان ما تعملش كده تاني يا غزل. طب يا ماما والنبي ما تقولوش. لا هقول له يا غزل. مش هعمل كده تاني. لو سكتي المره دي يا غزل بعد كده هتعملي حاجه اكبر منها يا غزل. يا ريتني ما سمعت كلامك يا غزل. انتوا الاثنين غلطانين. انت اللي قلتي كده. لا انت يا غزل. لا انت. خلاص بقى كده مالكيش دعوه بامنيه تاني. ما تتكلموش مع بعض تاني خالص. وانتي مالكيش دعوه بغزل، فاهمه ولا مش فاهمه؟ قدامي بقى يلا عشان نتحاسب. نكمل حسابنا في البيت. يلا يلا.